بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم مباشرة على الهواء والتي يمكنكم التواصل معها على أرقام الهاتف 01 853 804 853 805 805 806، ومعكم أيضا على رقم الواتساب الذي يمكن أن ترسلوا عليه أسئلتكم خطية، ورقم الواتساب 76 64 99 19. ويجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ زهير قوصان. حيا لكم مولانا. حياكم الله. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير والعافية. شيخنا يقول صاحب السؤال: إن مع العسر يسرا، نريد من سماحتكم إفهامنا مضمون الآية المباركة، لأنه ما نراه في الحياة أنه عندما تخلص أو تنتهي مرحلة صعبة مباشرة تأتي مرحلة أصعب، بمرحلة صعبة أو أصعب، فكيف العسر يأتي بعده يسر؟ إن مع العسر يسر، مع أنه مع الصعوبة صعوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نلاحظ أن آيات سورة الشرح التي كان يخاطب الله سبحانه وتعالى بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وبين له المراحل والظروف المختلفة التي مر بها منذ طفولته إلى حين بعثته، وحيث كانت وكيف كانت الأمور تشتد عليه تارة وتسهل تارة أخرى، يدخل في ضيق فيخرجه الله إلى سعة، ويخرج من غم وهم إلى حالة ارتياح وما إلى ذلك، والعكس كذلك. فهنا الله عز وجل بعد أن أوضح هذه المسيرة كلها التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله، وكان يبين له كيف كان الله يتدخل ليخفف عنه، فكأنه أراد أن يقول للنبي ومن خلاله لكل الناس، لا سيما الذين يتصدوا للشأن العام وقد يواجهون بعض الصعوبات وبعض المشاكل والأحداث التي قد يشعرون معها بالضيق في هذه الحياة الدنيا، أن الحياة ليست على نسق واحد، وأن الحياة ليست على نمط واحد، وإنما الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمر بظروف مختلفة وأحوال متعددة. نعم. تشتد حينا وتسهل حينا آخر، فعلى الإنسان دائما أن يتطلع إلى الأمام ويعيش الأمل بالفرج، ويعيش الأمل بالرخاء، ويعيش الأمل بالراحة والدعة، لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن ننطلق في هذه الحياة. فالإنسان عندما يواجه بعض الصعوبات في حياته، وعندما تشتد الظروف في وجهه وتضغط عليه، فإذا كان الإنسان يتصور أن الحياة كلها صعوبة وكلها شدائد وكلها متاعب، نعم، فيسقط وينهار ولم يعد بمقدوره أن يتابع مسيره ويتابع حركته في هذه الحياة. ولذلك الكثيرون الذين يقدمون على الانتحار إنما يقدمون على الانتحار نتيجة هذه النظرة السوداوية التي كونوها عن الحياة من خلال بعض الظروف التي أحاطت بهم وألمت بهم، فلم يستطيعوا أن يروا بقعة ضوء ولو بسيطة
في نهاية النفق. الله عز وجل يريد أن يشير إلى هذه النقطة، نقطة الضوء، أن كل هذا العسر التي تشاهدونه وكل هذه الشدائد التي تعصف بكم لابد أن تتوقعوا الفرج فيما بعد، وعليكم أن تصبروا وتتحملوا وتثابروا وتستمروا في هذه الحياة الدنيا، تؤدون مهامكم، تقومون بواجباتكم ومسؤولياتكم دون تململ، دون كسل، دون كلل، دون تذمر، دون تأفف، وتتكلون على الله سبحانه وتعالى حيث وعد: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم. الموضوع اللي دائما سمعت الشيخ يسأل عنه وحضرتكم لكم موقف منه، موضوع انه حديث الرأس، ان الرأس الامام الحسين تكلم وهو على الرمح، عم يسأل انه شو حقيقة هذا الامر. شوف، دائما هذه القضايا تدخل في دائرة المعاجز والكرامات. نعم. لقائل أن يقول أن المعجزة ثابتة وأن الكرامة ثابتة، أقول نعم، المعجزة ثابتة والكرامة ثابتة. عندما أقول معجزة يعني أتكلم عن فعل غير مألوف يحصل مع النبيين، والكرامة تحصل مع الأئمة وعباد الله الصالحين. يعني ما بحصرها بالأئمة فقط كونهم معصومين، لا، عباد الله الصالحين، أولياء الله الصالحين، الكرامات. فهذا إذا حصل أيما إنسان غير نبي حصل معه فعل غير مألوف من حيث النظرة الأولية له مخالف لسنن الطبيعة أو ما شابه ذلك، هذا من دخله إما تحت عنوان المعجزة إن كان حصل مع النبي لتصديق دعواه ودحض المفتريات التي يقوم بها المعادين للأنبياء والرافضين لدعوة الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى من باب التأييد والتصديق للنبي في دعواه يجري على يديه المعجزة. وأيضا بعض عباد الله الصالحين ومنهم المعصوم عليهم سلام الله قد تجري على يديهم الكرامة، فهذا من حيث المبدأ نحن لا ننكر ذلك، نحن لا ننكر ذلك، ولكن بما أن هذا الأمر هو خلاف ما هو مألوف وخلاف ما هو الوضع الطبيعي للأشياء، يعني مثلا رأس مقطوع يتكلم، هذا أمر خلاف السنن الطبيعية، يعني المعروف أن الرأس إذا فصل عن الجسد انتهى، ما بقى فيه لا حركة لا بقى فيه حياة. هلا نعم، لحظة الفصل ولحظة الذبح هناك بعض الحركات الطبيعية، وهي ملاحظة على أي ذبيحة عندما تعمد إلى ذبح أي كائن حي، باللحظات الأولى تجد بعض الحركات إن في الرأس المقطوع والمفصول أو في الجسد، لكن هذه سرعان ما تنتهي، دقائق وتنتهي وخلص بعد، هذا الوضع الطبيعي. هلأ أن تحدثني عن أمر غير طبيعي حصل، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات. عندنا مشكلة نحن، عندنا مشكلة، البعض يرد عليك ويقول إذن المعجزة والكرامة أمر ممكن، نقول له نعم أمر ممكن. فلذلك يقول ما دام أن المعجزة والكرامة أمر ممكن فإذا لماذا ترفض أن الرأس تكلم؟ يقول يا حبيبي، نحن عندما نريد أن نثبت شيء مش إذا كان هذا الأمر ممكن عقلا يعني وقع، الممكن قد يقع وقد لا يقع، الممكن قد يحدث وقد لا يحدث. نعم
عندما يحدث الشيء ونتثبت من حدوثه نقول أن حدوث الشيء آية الإمكان وعلامة الإمكان. يعني أنا متى أقول أن هذا الشيء ممكن أو لا؟ عندما أراه في الخارج. ما دام هذا الكأس موجود إذن وجود الكأس أمر ممكن. مش أما إذا العقل نفى استحالة شيء أستفيد من نفي استحالته أنه وقع؟ لا، غاية ما يدل نفي الاستحالة العقلية أن هذا يمكن أن يقع، ولكن هل وقع أو لا يحتاج إلى دليل. فهنا نحن حتى المعاجز التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نثبت ونأخذ من المعاجز ما حدثنا به القرآن، هذا نقطع به. أما كل ما عدا ذلك من معاجز وردت في الروايات والأخبار لابد من التثبت من نقل هذه الروايات. فإذا لم تكن الروايات روايات صحيحة تبقى المسألة قابلة للقبول والإنكار والرد. فلذلك نحن عندما يحدثنا البعض أن رأس الإمام الحسين عليه السلام الله كان يتلو القرآن كل الطريق، أو كان يتكلم، أو كان يسلي زينب، أو إلى آخره، فنقول لهم يا أحبتي يا أعزتي، عندما نقول أن هذا لم يثبت ليس في ذلك منقصة في مقام الحسين عليه السلام الله ولا في أي شأن من شؤون الإمام الحسين، بل على العكس أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هم الذين قالوا لنا أن لا تقبلوا أي شيء يقال فينا، بل لابد أن تتثبتوا، لابد أن تتأكدوا. هلا مرة بتقلي أنا شفت وأنا سمعت، إلا خير إن شاء الله، أنت شفت، أنت ما على رأيت ما على سمعت عهدتك. حجة عليك. أما تقنع الآخر فيه على أي أساس؟ طيب شيخنا، بخصوص المعجزة عندما تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي عليه سلام الله تعالى، تحدث المعجزة لتقوية موقف النبي عادة ولدعمه وتأييده وأحيانا لإسكات الطرف المقابل وإفحام الطرف الآخر. طيب إذا بدنا نحكي بموضوع حديث الرأس، شو هو الشغلات اللي كانت مرجوة من حديث الرأس، أو يعني الموضوع اللي من خلاله بده يكون يعني هذه مش أنا بجاوب. إنه من يدعي ذلك يعني مفروض لابد أن حديث فيه. الرأس سمحت الشيخ، إذا بدنا نقول إنه مفروض يكون جيش بني جيش ابن زياد كله مفروض يكون انقلب على ابن زياد نتيجة حديث الرأس على الأقل، مش هيك؟ يعني إنه رأس مقطوع وماشي وعم يقرأ قرآن، عم يقرأ قرآن وعم يحكي، وشو بيعمل فيهن؟ صحيح. يعني فلذلك نحن يتحمل الأمر أخذ ورد كثير يعني ونقاش. نحن عندما نريد أن نقدم الحسين عليه السلام الله، وعندما نريد أن نعيش سيرة الحسين، نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه القصص. صحيح. الحسين عليه السلام يحمل من المزايا ويحمل من القيم ويحمل من العناصر القوة الفكرية والروحية والإيمانية ما لا نحتاج معه إلى مثل هذه القضايا التي يصعب إثباتها، على فرض أكيد. وقوعها يصعب إثباتها. نعم. بيقول مولانا أنا كنت أمسح على وجهي 3 مرات في الوضوء، قالوا لي أنه لا لازم تمسح مرتين، وهالمسألة هيدي هل يعني تسبب بطول وضوء بطلان وضوء أم لا؟ يعني هو الواجب غسل الوجه مرة واحدة وغسل اليد اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة. هل يستحب التكرار مرتين؟ فمنقول له اغسل وجهك مرة واحدة وإيدك مرة واحدة وامسح مرة واحدة وخلص خليك، أما ما مضى فلا شيء عليه. طيب
للتصويب سمعت شيخ انه كنت امسح على وجهي 3 مرات. هو الغسل أمسح. غسل ما في مسح. ما بنعرف هلا شو بيقصد بالمسح. هو بيقصد بالمسح يعني بيحرك المي على وجهه، ما بعرف هذا بده يوضح لنا اكثر. اما هو يعني غسل اذا الوجه. اخذ المي وحطه على وجهه ومسح مره واثنين وثلاثه، المهم يوصل المي لوجهه، فتعتبر غسله واحده. هيدي كلها غسله واحده. كلها غسله واحده. فمزيك الواحد بدنا نفهم شو بيقصد بالثلاث مرات، انه هل يقصد انه ثلاث مرات كامله يغسل وجهه تماما؟ نعم، في المرة الأولى والثانية والثالثة، ولا لا هو بيحرك المي على وجهه 3 مرات لحتى يبلغ ويوصل المي لكل الوجه؟ إذا كان هيك فهذه كلها غسلة واحدة وليست غسلات متعددة. طيب لو كان نفترض أنه كان يغسل 3 مرات، يعني هلا أنا بقول أنه مستحب مرتين والثالثة بدعة فليس لها، لكن ما دام انه جهلا بالحكم كذا عم يقول مشكلة. يعني بحط مي 3 مرات، بحط مي 3 مرات، انه انا مثلا باخذ مي بحط هون، ايه؟ برجع باخذ مي بحط هون، برجع باخذ مي هون، برجع بعمل لهم هيك، هي كلها اسمها غسله واحده. مش 3 غسلات ولا 3 مسح. اذا المشكله بثلاث غسلات مش بالثلاث مرات بغسل او بحط مي. يفرض واحد بشيل مي على ايده يمكن يكررها 3-4 مرات بس كلهم بالأخير بيغسلها غسلة واحدة يعتبروا. طيب كمان عم يقول بالنسبة لأضحية الحج، ضحينا بالحج بس قالوا لنا لازم ربع حق أضحية بدنا نعطي قيمتها للفقراء، شو صحة هالموضوع؟ لا، ما هو الهدي يقسم 3 أقسام. الهدي يعني ذبيحة الحج، الهدي الذبيحة اللي بيذبحها بالحج، نعم، اللي هي الفريضة الواجبة، لأنه اللي بينذبح بعد ما يرجع هذا مش واجب، هذا هيك بيذبحوا الناس. الهدي يقسم 3 أقسام، قسم يأكله وقسم يهديه لمن يحب، وقسم يتصدق به للفقراء. إيه، فبعضهم لمن يحب يعني حتى لو لم يكن فقيرا، حتى يعني لو لم يكن فقيرا تعطيه لمين ما بدك. هلأ بعضهم باعتبار أنه هناك خصوصي بالظروف الحالية لا يتسنى للحاج أن يذبح ذبيحته ويأخذها ويتصرف بها، نعم، فعم بيروح يا بيدفع حقه وفي مين عم يشرف على الذبح وبيذبح هو ما بيشوفها ولا بيعرف عنها شيء، يا أما على الأقل حتى لو هو ذبحها ما بيقدر ياخذها، عم يتركها محلها، بتجي بعدين الدولة عندهم جهات معينة عم بيرتبوا الأمور بطريقة أو بأخرى. فهون بهالحالة من باب الاحتياط انه لعله هذا ما عم تنصرف ما كذا، فالبعض بيقول لك انه بيدفع ثمن نصيب الفقراء، يعني بيقدر انه هاي قديش، لانه الفقراء ما انه ما وصلهم حقهم، فحتى ما يروح حقهم عليهم بنعطي نحن قيمتها للفقراء، قيمة هذا المقدار. الربع مش الربع، هي اذا بدنا نقول الثلاث، هل يشترط أن تكون 3 متساوية؟ يعني 1/3 الذبيحة بس، هو لا يشترط أن تكون 3 متساوية، يعني هو يقسم 3 أي بمعنى أنه يأكل شيء، ولا شو أنا فيني أكل 3 ذبيحة؟ ما فيني أكل 3 ذبيحة. بالنهاية سمحت الشيخ، الفتوى الرسمية اللي اعتمدت بها الموضوع لازم يدفع ولا لا؟ يعني هلا هو لازم يدفع؟ لا مش لازم يدفع، لانه في حسب المعروف انه عم تتوزع الذبائح، عم تتوزع للفقراء. في حال وفاة اب وابنه وكان الابن متزوج وله ابناء وتوفوا في نفس اللحظة، من يرث الاخر وكيف يكون الميراث؟ يعني طبعا عندما تحصل حالة وفاة جماعية فإذا الكل ثبت أنهم توفوا بلحظة واحدة فلا أحد منهم يرث من أحد، أحد بيورث من أحد، كلهم ماتوا مع بعض فلا يستحق أحد، لأنه الإرث لابد أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. فإذا لم يثبت أن أحيا منهم كان حيا عند موت الآخر بل كلهم ماتوا دفعة واحدة، هذا إذا فعلا استطعنا أن نثبت زمن الوفاة وتبين لنا أن الكل توفوا في لحظة واحدة فلا أحد يرث من أحد. وفيما لو تبين
تأخر وفاة البعض عن البعض الآخر، فمن توفي متأخرا يرث ممن توفي متقدما. وهون بقى بدنا نشوف مثلا مين مات قبل، الأب أو الأولاد؟ نعم. فاللي مات قبل بيورثوا اللي بقيوا أحياء ولو للحظة. المهم يعني أنه لحظة بتفرق بها العالم هذا. إيه بدنا نشوف يعني. فلذلك تبحث هذه يعني، يبحث الفقهاء أنه المهدوم عليهم والغرقة كذا، اللي بيموتوا حريق مثلا بيت والله بيحترق وبيموتوا اللي بقلبه جوا كلهم سوا، كيف ماتوا؟ إذا استطعنا أن نحدد زمن الوفاة فطبعا المتأخر يرث المتقدم. يا أيها المزمل سمعت شيخ شو بتعني؟ المزمل يعني الغطى وكذا، وكان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم بأعباء ومسؤولية الدعوة والرسالة. زيارة الحسين أفضل أم الحج أفضل؟ الحج الواجب حجة الإسلام هو واجب، وزيارة الحسين مستحبة، ولا وجه للمقارنة بين الواجب والمستحب والمفاضلة بين الواجب والمستحب. يعني ممكن نفاضل ما بين المستحب والمستحب، ولكن بين الواجب والمستحب ما في مجال للمفاضلة. هل الآية القرآنية الله قهر عباده بالموت والفناء يعني بيقهرهم لما بيموت حدا غالي عليه؟ القهر مش بمعنى هذا العامل النفسي اللي بيحصل. القهر من باب الغلبة. قهره أي تغلب عليه. يعني أن الإنسان مهما امتلك من القوة ومهما امتلك من القدرة والعظمة، الله سبحانه وتعالى على كل ما يمتلكه من قدرة وعلى كل ما يمتلكه من قوة وعلى كل ما يمتلكه هذا الإنسان من جبروت، الله يقهره بالموت والفناء. والفناء، ولا يستطيع أن يقف في وجه الله عز وجل. هذا معنى القهر. والله هديك مش قهر. لا. هديك الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. يعني أي نوع هو البلاء سمح الشيخ اللي عم ينحكى عنه؟ أي امتحان، أي اختبار. يعني اليوم كثير من الناس منشوفه بالصفوف الأولى لصلاة الجماعة، بالصفوف الأولى في المجالس والاحتفالات والمهرجانات، من أكبر الناشطين في الحديث عن الدين ونشر الدين وحقانية الأمور العقدية وما أشبه ذلك، وقد يكون من الذين يؤلفون الكتب وينشرون على صفحات التواصل، وأنه بحسب الظاهر إنسان ملتزم، إنسان متدين، ولكن عندما تختبره في أمر من الأمور الذي يحتاج إلى شيء من التضحية بشيء من المال، بأن يتخلى عن رغبة هنا أو رغبة هناك، أو الجهاد الذي يستدعي التضحية بالنفس، أحيانا تجد هذا الإنسان يتراجع. هو مع الدين ما دام أن الدين يحقق له مصالح ومكتسبات، أما عندما تأتي وتقول له هذه المعاملة محرمة يجي بيحسبها، إذا تركت هذا النوع من المعاملات تجارتي ما بتوفي معي، ما بتعود تسافر، ما بعود بحصل الأرباح، ما بعود بحصل المكاسب. هذا نوع ابتلاء. إذن الابتلاء كيف؟ إنه بده يبلش يفكر إنه أنا أبقى مصر على هذا النوع من التجارة وهذا النوع من العمل حرصا مني على هذا القدر من الكسب والربح، أو لا
بترك هذا النوع حتى لو ما بده يبقى عندي إلا كفاف فيه. فهذا نوع ابتلاء. فهون بقل الديانون ساعتها. نعم. لعق سمحت شيخ. لعق يعني هذا الذي يلعقون به، مثل واحد عم يلعق شيء عن الصحن، عن الملعقة. الملعقة ليش سموها ملعقة؟ لأنه يؤخذ الطعام بها ويتناول، هذا هو اللعق. يعني يأخذون من الدين هيك لعق، بس بيدور على ألسنتهم الدين حكي. لم يدخل إلى قلوبهم، ما دخل يعني بقلوبهم، لأنه لو دخل بقلوبهم بيتخلوا عن كل شيء من أجل الدين. يعني اليوم أنت إذا إجا حكم شرعي، أنت عم تشتغل وعندك مصلحة عم بتضر عليك أموال، بقولك إيه بس هاي المصلحة أنت ما تنسى في خمر. طيب أنا أكتر ربحي عم يجي من جهة الخمر، بس الخمر حرام ما بيجوز تقدمه. شو أنا عم بشرب؟ أنا ما عم بشرب، هني هون من المسلمين ما كذا، هن عم يشربوا يصطفلوا، أنا شو خصني؟ فأنت هون بقى بتبلش نفسك تاخدك وتجيبك، أنه بتخلى عن هالتجارة مع ما فيها من ربح وكسب، ولا بيجي بروح لنفذ الحكم الشرعي وبدي يصير اترك شغلي. يمكن ما لقي شغل مثل هالشغل، ما لقي شغل حتى يمكن أقل من هيك بكتير إذا يمكن ما لقي. فالبعض بيقول لك إيه شو ما صار، لو بدي عيش مثل ما بيقولوا عالتراب، مهم ما أرتكب حرام. هذا المتدين الحقيقي. في واحد بيقول لك لا شو، ولا بدي يجي خرب حياتي، هلا خلينا نعيش لنا كم يوم وبعدين منتوب. هذا هون الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه يعني يراعون الدين ما درت معايشهم. ما دام أن هذا الدين ما عم يتعرض لمصالحي، ما عم يتعرض لكسبي، ما عم يتعرض للمقام اللي أنا عم بسعاله والمنصب، ما عم يأذيني وكذا، فأنا مؤمن متدين. نعم. إذا لا شفت الدين بده يخرب لي حياتي، بترك الدين وبمشي على الدين السلام. هذا قل الديانة. طيب بيقول ما هي شروط الطلاق حتى يقع، وهل بمجرد لفظ الطلاق يحصل الفعل، وهل من المعقول أن يكون الطلاق سهلا حتى إلى هذا الحد، وأن يكون هذا الرابط الأسري هش ويحصل التفكك بمجرد اللفظ، ومتى أراد الرجل أن ينهيه ينهيه؟ ألا ترون أن سهولة حدوث الطلاق تجعل الكثير من الناس لا يقدمون على هذه الخطة، أو حتى يتجهون إلى الزواج المدني؟ أول شيء، من قال أن الطلاق هيك بمجرد كلمة بزتة وبيمشي؟ طلاق لابد أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. لابد أن يكون أمام شاهدين عدلين، هاي عقبة تاني. ثم انه والله بكلمة بتروح، ما كمان بكلمة اجت كلمة قال زوجتك نفسي صارت امرأة حلال عليه، وكلمة انت طالق كمان صارت حرام عليه. ليش حتى بالزواج المدني مش بكلمة بتنفصل وبكلمة بتتزوج؟ بنفس الشيء يعني أنا ما بعرف. حتى بالطلاق الشرعي في شوية عقبات. بعدين احنا يعني ما قلنا انه خلص بمجرد ما واحد يقول بدي طلق خلص مش الحال فيه. بس هلأ هون احنا بتشوف التربية، بتشوف الأخلاق، حتى هونيك بالطلاق بالزواج المدني، يعني مين ما بيقول انه كمان ما في مشاكل؟ يعني أنا مستغرب الناس، يا عمي الزواج المدني فيه مشاكل مثله مثل الزواج القانوني والزواج الديني والزواج الشرعي، فيه مشاكل وفيه محاكم. لك بس هن بعد ما داقوا استخمين أصعب شيخنا، بعد ما داقوا السخن مثل ما بيقولوا، لما بكرة بتوقف له عباب المحكمة بتشلحوا نصف ما يملك، مش المهر، نصف مش المهر، نصف ما يملك، نصف ما جناه. ساعتها يقول لي الزواج المدني أحسن ولا الزواج الشرعي أحسن؟ صحيح. لما بيجي بكرة إذا هي بطلت بدي إياه،
هي بطلت، هي بطلت بدها اياه، بتروح بترفع دعوة. نعم. وبتطيره إذا اقتنع القاضي منها، يقول لي الزواج المدني أحسن ساعتها. يعني نحن ما بدنا، لا بدنا المرأة تكون تحت سطوة الرجل ويتلاعب بمصيرها، ولا كمان المرأة تتلاعب بمصير الرجل. الشرع إجا حفظ اثنين. هلا بتقلي في بعض الأخطاء عم بتصير مش لأنه الشرع غلط، لأنه نحن غلط، نحن ثقافتنا الدينية غلط، نحن طريقتنا في تطبيق الأحكام الدينية غلط، نحن نفوسنا مريضة، نحن كبشر يعني. إيه البشر، البشر نحن نفوسنا مريضة، ما عم نعرف نتعاطى مع الحكم، الحكم الشرعي لحتى يكون منصف وينصف الطرفين. وإلا الحكم الشرعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله، إنما جعله ليحفظ كل من الرجل والمرأة، ويحفظ حقوق كل منهما، وأن لا يتعدى أي منهما على الآخر، ولا يجور أي منهما على الآخر. لكن نحن لما نفوسنا المريضة عم تتلاعب فينا، أهواءنا، شهواتنا، غرائزنا، سواء على مستوى الأزواج، الزوج أو الزوجة، أو على مستوى القضاة والحكام الشرعيين الذين يمارسون هذا العمل، هذول بس عم تتحكم فيهم أمزجتهم وطباعهم وشهواتهم وغرائزهم، هن اللي عم بيوصلوا الأمور لهذا الشيء السيء اللي عم نشوفه، للظلم اللي عم نشوفه عم ينتشر. مش لأنه الشرع هيك، الشرع مش هيك أبدا. بعدين شيخنا في موضوع الدعاية والبروباغندا اللي عم تصير ضد الشرع، أكبر بكتير من الواقع. ما بننفي إنه في مشاكل، ما بننفي إنه في تجاوزات على الأحكام الشرعية، بس مش معناتها الدين هيك. نعم. نحن عم نفهم الدين غلط أو عم نطبقه غلط، وعم نتحرك من خلال نزواتنا وشهواتنا ورغباتنا، وعم نتلاعب بالدين بحيث يصير يصب بمصلحتي. نعم. ليش القوانين المدنية اليوم، ما لما نقول الزواج بده يصير مدني، يعني بتصير بتروح على البلدية أو بتروح على أي محكمة من المحاكم المدنية وبتجري عقد الزواج. طيب لما بيصير في خلاف بين رجل وامرأة وبدوا يروحوا يفضوا الخلاف، ما بدوا يروحوا لعند القضاة ولعند الحكام؟ طيب ما شايفين الآن القضاة، لا سيما ببلدنا لبنان، ما شايفين القضاة شو عم يعملوا؟ قضايا واضحة وضوح الشمس، الحق مع فلان على فلان، وبياخدوهن وبيجيبوهم سنوات وسنوات، وبالآخر بتضيع الحقوق. شايفين ولا ما شايفين؟ طيب ما بكرة نفس الشيء، مثل هاي قضية زواج وطلاق، مثل ما قضية قتل، مثل ما قضية اعتداء، مثل ما قضية سرقة. بعدكم ما انتم بعدكم مسلم هونيك، مسلم رقبتك لشارع، لدين، ل ل لقرآن، في حكم شرعي واضح. بتتوقع يوم من الايام يطلع لك حدا ينصفك هون؟ مسلم ما في لا دين، لا اخلاق، لا شيء. يعني قضاة مثل ما شايفينهم حتى تتحكم بهم الاهواء، مش انه والله تجربه بعد ما خضناها، ما خضناها وشبعناها خوض فيها. مره واحد والله بعد ما خض تجربه بنقول بدنا نجرب، بقول يا اخي حقك، جربنا هالنظام ما افلح، ظلمنا وهلكنا وضيع لنا حقوقنا، في عم بيقولوا هذا النظام أحلى شوي، حلو، جيد، خلينا نجربه، بس ما مجربينه للنظام المدني والقضاء المدني، ما مجربينه. ما هن عم يحاولوا يحسنوه ويبهرجوه وإنه يحطوله نكهات وكذا. الكريم، العلة الوحيدة التي من أجلها ينزحون نحو الزواج المدني لا هي مشان حفظ الحقوق ولا مشان يحافظوا على كرامة المرأة ولا شيء، هن عندهم دعوة أنه هذا الزواج الديني إن صح التعبير، وإن كان نحن عنا كشيعة ما في شيء اسمه زواج ديني وزواج غير ديني، صحيح. بس نحن بدنا نمشي معهم بمصطلح، باعتبار أنه محكوم للمذاهب وفتاواها والطوائف وأحكامها وتشريعاتها، فهناك بعض المذاهب وبعض الطوائف تمنع الزواج بين المختلفين دينيا، يعني مثلا بين المسلمين والمسيحيين،
عن طريق الزواج المدني بالمشروع الطائفة. فنحن بدنا نخلص من هالشغلة، بدنا نلغي شيء اسمه زواج عبر الطوائف وعبر المذاهب، ونروح للزواج المدني، بحيث البنت مين ما عشقت ومين ما حبت بتتزوجه، والشاب مين ما حب ومين ما عشق بيتزوجها، وما في لا مذهب ولا طائفي ولا دين بيقول له هاي بتجوز وهاي ما بتجوز، وهذا بيصير وهذا ما بيصير. نعم، هو هذا هذا الأساس. صحيح. وما يضحكوا علينا ويتحججوا بحجج تاني. اسمح لي أخذ اتصال وأقعد، تفضلوا. قالوا حاجة حسين يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. خي عم يسمع البرنامج، هو عايش بلندن، عم بيقول لي لكن أنا هو لأنه بيقول لي السيد فضل الله، قال لي لكن اسألي لي عايدة، أنا تزوجت مسيحية هونيك وطلبت من أهلها رسمي وتزوجت مدني، يعني هل أنا زواجي مرفوض ومش مش مزبوط إسلاميا؟ هذا سؤال. سؤال تاني، مولانا اختي مات زوجة وقضى حياته كلها ما بيصلي، وكان كان قادر يحج وقادر وقادر وقادر، هو إنسان كتير طيب وكريم وكتير يعني رائع، ولكن هيدي الأمور كلها بالدين ما قالوا كان علاقة فيها بالمرة على الإطلاق، حتى أنه صح له رجل دين كبير يبعته على الحج قال له لا. هلا على كل إن هي عم تضل تصلي له ركعتين كل يوم تهديهن على الفجر وعلى المغرب، وعم تقرأ له وحطت له صندوق صدقات أنه حتى الله يخفف عنه. سألت هل هيدا الشيء بيخفف عنه لأنه هو كان هيك؟ أنا ما قلت لها شغلي، أنا صارت قلت لها في شاب عنا مات حادث سير، يعني كتير شاب صغير، وإجا لابن عمه عم سأل ابن عمه قال لي عايدة إجا لي بالمنام وقال له اوعى تترك الصلاة يا علي، اوعى الصلاة أنا عم صلي. قال هل قالت لي مريم هل بيصلوا بعالم البرزخ يلي هني عليهم صلاة؟ بس أنا عفوا. ماشي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان مهم جدا أعرف لخيي. ماشي شو رأيكم شيخنا؟ طبعا بحسب فتوى سماحة السيد فضل الله الزواج ما في مشكل، صحيح من ناحية شرعية، طبعا ما لم يكن هناك موانع تمنع الزواج. شو هي الموانع؟ انه مثلا تكون ذات بعل او في عدة او ما شابه ذلك، طلبها فما دام ما في اي مانع فنحن من حيث المبدأ الزواج صحيح، ما في اي مشكل. غايته في بعض الامور اللي قد يفرضها الزواج المدني بده يلتفت، اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية ما بده يلتزم فيها، بده نشوف. هلا انا ما فيني مبدأ الزواج صحيح، اصل انه تزوج هاي مسألة صيغة العقد عنا ما مشروط انه تكون والله عند رجل الدين او عند العالم، وانه هو مسلم وهي غير مسلمة كمان هون الشرع يجيز، ايضا الشرع يجيز، بس عكس الامر اما هون العكس لا ما بيجوز. طيب تقول انه مات زوجها ما بيصلي، كان كتير مليح بس عم تصلي له وتصدق، الله يجزيها الخير ويثيبها ان شاء الله، وان شاء الله مأجورة على كل حال، وان شاء الله الله ينفع هذا الرجل ايضا ويخفف عنه. هلأ مازال عم تصلي وتصلي، يعني اذا قضيت عنه مش افضل ما انه تصلي هو له؟ هو هذا احسن، يعني اذا بتقضيهم فرد مرة مدام عم تصلي له تقضي، لعله الله سبحانه وتعالى يخفف. طيب انه بعالم البرزخ عم يقول انه انا عم بعالم البرزخ عم صلي، يعني عم بقضي. هلا هذا العالم ربك اعلم، يعني لم نطلع عليه، هناك بعض الروايات انه بيصلوا عبلات كذا وبيصلوا والله العالم بحقائق الامور. هل ارسال اغاني لشخص ما يعتبر معصية جارية؟ هلا حسب طبيعة الاغنية، اذا كانت اغنية محرمة. هون بيقول انه ما حكم الاغاني التي ليس فيها كلام محرم؟ هو حسب رأي السيد فضل الله أنه تحريم الأغاني بناء على محتواها ومضمونها، فإذا كان محتوى مضمونها محرم، يعني كان يشتمل على كذب، على كلام فيه نوع من الشرك، نوع من الإلحاد، تمجيد لبعض القضايا الباطلة أو القضايا المنحرفة، إثارة للغريزة الجنسية بحيث تدفع الإنسان نحو الوقوع في الحرام أو ما شابه ذلك، هذه الأغاني المحرمة. أما إذا كان والله أغاني فيها تمجيد لبعض القيم وبعض الفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية، فيها حض على حب الوطن، حب الخير، حب الجمال، طبعا جمال الطبيعة، جمال الخلق، تمجيد الخالق وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى، فهذه حتى لو جاءت بطريقة أغنية ليس فيها حرمة. نعم. ما
ماذا يعني قول هذا الأمر واجب عيني أو واجب كفائي؟ طبعا عندما نقول أن هذا واجب عيني وهذا واجب كفائي، يعني الواجب العيني كالصلاة اليومية مثلا، أو صيام شهر رمضان، أو الحج على المستطيع، بمعنى أن هذا الأمر لا يتحقق امتثاله ولا يخرج عن عهدة المكلف إلا بأن يقوم المكلف بنفسه بهذا العمل. هذا الواجب العيني. الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على عموم المسلمين، عموم المكلفين، مثل على نحو إذا قام به البعض بما يتحقق به الامتثال يسقط عن الباقين، مثل تغسيل الأموات مثلا وتجهيزهم، تكفين، صلاة، دفن. هلا إذا كنا نحن 100 شخص وحصلت حالة وفاة ونحن موجودين، كلنا سوا نحن 100 صرنا مخاطبين بوجوب تجهيز هذا المتوفى من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن وما إلى ذلك. فإذا تصدى شخص أو أكثر على نحو تحقق المطلوب سقط الواجب عن الجميع. أما إذا بقينا كلنا نتفرج على هذا المتوفى وبقي في الأرض لم يتصدى أي منا على تجهيزه فالكل مأثوم. هذا هو، هذا الواجب الكفائي. بياخد كمان اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين، مش هطول عليك على أسرع وقت. أريد فضلك بالنسبة في بعض المطاعم ببيروت بقلدوا السيد محمد رحمة الله عليه، وبتلاقي الأراجيل ما شاء الله شغالة، مش هقول إنه كلهم بيقلدوا، يعني في البعض. المهم هلأ إذا إنسان خلف الفتوى بالتدخين مقسوم يا مولانا وفي عليه أشكال شرعية؟ السؤال الثاني، مثلا أنا فوت على محل مثلا مول أو محل كذا مثلا، فيكون حاطين على الرف عطورات، حاطين التستر للتجربة. على أمرار أنا مثلا ما فوت بدي مثلا نيتي اشتري مثلا، بحب ما حبيت الريحة رشيت منها ودهرت، هون في إشكال شرعي؟ طالما هني حاطين تسترات يعني بس للتجربة، هلا أنا ما نيتي فوت اشتري برش وبدك، في أي إشكال شرعي؟ إن شاء الله. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيك. مخالفة الحكم الشرعي بموضوع الأراجيل، يعني إذا واحد عنده مطعم وبيقلد سيد فضل الله وبيحط أراجيل. طبعا هلا هون هاي تقديمها، السيد لم يفتي بحرمة تقديمها يعني وبيع التدخين وكذا. هو من يؤرجل يعني، هو اللي بيرتكب الحرام. فإذا كان هدول الأشخاص إن بيقلدوا غير سيد فضل الله وبيجوز عندهم يشربوا دخان وكذا، ما في مشكل. وإن كان أنا بتسألني بقول لك الأفضل الابتعاد عن هذا الجو كله يعني. أما بالنسبة للعطور، هلا إذا نحن متأكدين إنه هن حاطينه لخصوص اللي بده يشتري عطر، فهم مشكل. أنا إذا ما ناوي اشتري برش وبطلع، واحد والله ما صح لي اتعطر بالبيت، برو بفوت على هالسوبر ماركت باعتبار فيه ببلش برشرش وبتعطر وبطلع، وأنا ما نيتي اشتري ولا شيء. إذا عرفنا أنه لا، هني حاطينه لخصوص اللي بده يشتري بس، فهم مشكل. أما إذا لا، هني حاطينه لمن يمر، حتى لو ما كان بده يشتري لعله إذا شافه وعجبته يغير رأيه. إيه، فهم ما في مشكلة يعني. طيب، لأنه كتير أحياناً بيكونوا حاطين بيقولك حتى لو ما كان هذا قاصد يشتري رش لك، ولا كان جاي عباله يشتري، يمكن لما بيجرب يبدل رأيه ويخطر بباله يشتري، سو فايت وما ناوي يشتري فعلا، ما أنا ولا خاطر بباله أصلا. أحيانا هن بيرشوا على إيه لحتى مزبوط مثلا هيك مشان يغروك، أنه بتشوفها بتلفت نظرك، بتكون أصلا ما خاطر ببالك لا العطر ولا خاطر ببالك هالشي هذا أبدا، بس لما بتشوفها يمكن تغير رأيك. يمكن إذا كان بهالمعنى حاطينه لهالغرض، وبتصور أغلب المؤسسات هيك إنه من باب لفت النظر حتى اللي ما خاطر بباله يخلوه يخطر بباله. نعم. فما في مشكل ساعتها. إذا نسيت قول القنوط بالصلاة شو الحكم؟ ولا شيء، ما في مشكل، ما بتأثر على الصلاة. لا. وتكون حامل ما بصوم، الدكتورة بتمنعني من الصوم وبتقول ما بتقول لا عشاني أو علشان البيبي، لذلك أنا ما فيني صوم، وما كنت يعني ما بتذكر اني كنت اقضي هالايام اللي كنت افطرها، وهلا لاسباب المرض ما بقدر صوم، فشو بعمل؟ يعني اول شيء
الحمل مش مجرد الحمل هو موجب للإفطار. لا عم تقول إنه الدكتورة هي منعتها. حتى لو الدكتورة يعني، لأنه نحن صايرين بالعصر مجرد قبل ما مجرد ما شكت أن حامل بتقول للدكتورة وقفة، أو هي مستعدة توقف حتى لو ما قالت للدكتورة. نعم. هي بتسبع الدكتورة، فيني صوم يا دكتورة أو يا دكتور، بيقولوا لها لا ما تصومي دغري من أول بشائر قبل ما حتى يتحقق أنه فعلا حامل ولا لا، بس يصير في بشائر حمل. طيب هلأ هون في مشكلة. على كل حال لو فرضنا أنه ممكن أسباب واقعية وخافت نتيجة كلام وتوصية الطبيب خافت وأفطرت. نعم. بس ما عرفت ليش أفطرت، هل خوفا على نفسها أو خوفا على الجنين؟ فهون يعني أول شيء الفدية ما في دليل على ثبوتها، لأنه الفدية فقط إذا كان خوف على الجنين، أما إذا كان خوف على النفس ما في فدية، في قضاء. هاي الفدية القضاء، القضاء لابد منه. فما دام هي مر عليها سنوات عديدة ولم تكن تقضي، فبترتب عليها فدية تأخير. وباعتبار هلأ أصبحت بحالة غير قادرة على الصيام أصلا لأنه صارت مريضة وعندها صار مانع، فبدها تدفع فدية. يعني فدية تأخير وفدية عدم صوم. هلأ فدية بس مش تك يعني مش تكفير. إذا فعلا بطل لا ما في تكفير لأنه هو مش إفطار عمد يعني. طيب هلأ عم تقول بسن التكليف ما كنت أعرف أنه واجب الصوم، من عمر 13 سنة بلغت ولغاية 18 سنة ما صمت، شو بيتوجب علي؟ يعني مرة ما بتعرف أنه واجب الصوم بحيث أنه ما بتعرف أنه في شيء اسمه صيام بالإسلام. فعلا إذا صدق في حقها هذا فعليها القضاء دون الكفارة. نعم. فقط تقضي هذه السنوات التي مضت بدون صيام بدون كفارة. إيه ما في كفارة لأنه بحسب زعمها لا تعلم أن هناك صيام واجب، أو بتعرف في رمضان بس ما بتعرف أنه واجب على كل حدا يصوم، فكر أنه الشغلة هيك اللي بيحب بيصوم اللي ما بيحب ما بيصوم. إذا فعلا هي هيك وعندها جهل بالحكم فواجب عليها تقضي هذه الأيام فقط بدون كفارة. طيب بيقول من المسؤول، من المسؤول عن التطبيق الخاطئ لأحكام الشرع، وهل يترك الأمر لضمائر الناس؟ أول شيء أنا مثلا لما بكون بموقع من المواقع وفي حكم شرعي، فإذا أجيت أنا طبقته خطأ، مرة خطأ غير مقصود مرة خطأ متعمد، فطبيعي أنا المسؤول وأنا اللي بدي أتحمل نتيجة هذا الارتكاب. ذلك حتى بالقضاء في عنا بعض الموارد إذا صدر حكم عن القاضي وترتب على هذا الحكم مثلا تنفيذ عقوبة معينة، فلازم دفع دية، فهون ببين إذا كان القاضي متعمد لهذا الخطأ يجرم ويحاسب ويقام عليه الحد، وإذا كان خاطئ وبدون قصد نتيجة نقص في المعلومات منشوف الشهود لعل الشهود إجوا تعمدوا الكذب، كلها تتابع وفي لأحكامها الشرعية وفي لمترتباتها. نعم. يعني هذا بيدل على أنه المسألة مش متروكة. صحيح. شيخنا نحن خلص وقتنا، بس عم تقول الأخت اللي سألتنا عن موضوع أنه عليها صوم ومش قادرة، أنه عندها مشاكل أعصاب ومشاكل عظم ومشاكل شو اسمه، ما بتقدر تصوم أبدا وبتاخد أدوية كتير، أنه شو الحكم؟ تدفع فدية. أنه تدفع فديات بس. يعني تدفع مصاري، تدفع مش منه مش تقضي عن كل يوم إطعام مسكين. شكرا جزيلا سمحت الشيخ سهر قوسان. بنهاية لقائنا بضل بعد عندنا أسئلة إن شاء الله لبكرة بنحملها معنا. مرة أخرى شكرا لسماحة الشيخ ولأعزائنا المتابعين، نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.